السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. ما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. المؤثرة المغربية خديجة نزلت ستوري على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي هاد الصباح، فخليكم معايا اختي باش تشوفوا شنو نزلت وتسمعوا شنو قالت. فكيف ما شفتوا اختي الفيديو اللي نزلت خديجة البارح ديال هشام اللي خرج من العملية مباشرة ديال المصران الزايدة، والفيديو ديال هشام انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وكلشي فرح بزاف ملي شاف هشام كيصلي وان العملية دازت بخير على خير، كلشي كيدعي معاه بالشفاء العاجل لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. وبداو لي باج كينشروا في الفيديو ديال هشام وكيقولوا هادو هما الفيديوهات اللي خصهم يتبارطاجاو. السيد يلاه خارج من العمليه وكيصلي، شنو اللي مانعك انت باش ما تصليش انت اللي بصحتك وواقف على رجليك؟ فالله يهدي الجميع. فاليوتيوبر المغربيه ليلى الشمام نزلت الفيديو ديال هشام هو كيصلي عندها في ستوري ورافقته بتعليق كتقول فيه: الحمد لله دازت العمليه بسلام، يا ربي تمم الباقي على خير. فخديجة نزلت ستوري على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي كتقول فيه: لا تجعلوا كل دعائكم لاجل الدنيا ليكن للاخره النصيب الاكبر منها، اسالوا الله ان يهون عليكم سكرات الموت ويذكركم بالشهاده ويرزقكم الاجابه عند سؤال الملكين ويقيكم فتنه القبر وعذاب جهنم، اسألوه العبور على الصراط والدخول الجنة ولذة النظر إلى وجهه الكريم، ثم اطلبوا من الدنيا ما شئتم. ورفقت ستوري بتعليق كتقول فيه: ثم اطلبوا من الدنيا ما شئتم. يعني خديجة كتقول أنني غادي ندعي ونزيد ندعي الله سبحانه وتعالى باش هشام يتشافى ووقف على رجليه، وكيف ما كتقول نشوفوا وليدات وليداتنا، فالله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. فواحد التعليق ديال واحد المتتبعة اللي حطاته على الفيديو ديال هشام هو كيصلي وكتقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ألف سلامة عليه. هشام هو نموذج للصبر والقوة والإيمان بقدر خيره وشره والتشبث بالله. اللهم إن قدرتك فاقت قدرة الأطباء، فأنزل الشفاء من السماء على هشام وعلى كل مريض يتألم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إن هشام مسه الضر وأنت أرحم الراحمين. فالحمد لله دابا الحالة ديالهم مستقرة، وغادي يشوفوا إلا السخانة ما بقاتش طلعت ليه عاد ممكن أنهم يبدأوا العلاج. فدعواتكم مع أختي بالشفاء العاجل، الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. فهنا أختي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.